لما نقول صحة ما بيعني بس الصحة الجسدية، وإنما أيضاً الصحة النفسية. إذا فيروس مثل فيروس كورونا عم بيدمر صحة الجسم، كمان في كتير فيروسات ممكن تدمر صحة النفس ويمكن من بعد الجسم، مثل الخوف، الغرور، التنمر، التمييز العنصري والظلم. كل هالفيروسات مدمرة ممكن تنتشر بسبب عدم الانتباه من شيء كل يوم عم نتعرض له، وهو الأخبار الكاذبة. كرمال هيك قرر 40 شاب وصبية من 10 مناطق لبنانية يعملوا مبادرة بخصوص هالموضوع. لتعرفوا أكثر انتروا واحد شباط.